السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد محاضرة في الأخطاء بتاع الألوظ. خدنا المرة اللي فاتت لما بدأنا بالألوظ ترمينولوجي بتاعه، خدنا ازاي نعرف الأوتر دايمتر ومين دايمتر، عرفنا الإفكت دايمتر اللي هو بيتش دايمتر، عرفنا الأنجل بتاعت السرد، عرفنا التريانجل بتاع السرد، عرفنا كمان الأدندم وديدندم، عرفنا يعني كريست والروت، وعرفنا ترانكيشن، عرفنا كل الحاجات ده المرة اللي فاتت وأكتر من كده. النهاردة هناخد الإيروز وفي الاسترد. طيب خلينا قبل ما نبدأ الإيروز وفي الاسترد، ولو خدنا مثلا شافت أو هول وقلنا إيه البعد اللي يهمني في الشافت أو هول، طبعا كلنا هنقول الدايمتر، القطر، لأن يعني القطر لو القطر الشافت أو قطر الهول فيه تجاوزات زيادة عن المطلوبة طبعا هيبقى ريجكتد. فطبعا عشان تميز الشافت والهول فيبقى الإيليمنت اللي انت بتبص عليه على طول الدايمتر. طيب في حاله الثريد، الثريد قال لك في خمسه امبورتنت اليمنت، الخمسه امبورتنت اليمنت اللي هم ميجور دايمتر والماينر دايمتر والافكتيف دايمتر والبيتش اند انجل اوف الثريد، دول خمسه اليمنت. طيب خمسه اليمنت تعالى نشوف كده هيأثروا ازاي لو حصل فيهم اخطاء. قال لك لو انت عندك خطا في الميجر وماينر دايمتر ده هيسبب انترفيرنس مع الميتنج ثريد، يعني لو انت عندك الاوز مسمار في خطا في الميجر وماينر دايمتر لما تيجي هتركبه في صاموله ده هيعمل انترفيرنس ما بين الاثنين. طيب قال لك الايرورز دي في الاليمنت دي بتخلي الروت سيكشن والوول سيكنس بيبقى اقل. طيب كمان عندك الفلانك كونتاكت ممكن برضو عندك يقل، وبرضو عندك الكومبوننت والبي ويك انسترنس. يبقى لو انت ركبت الصامولة مع المسمار، مسمار الالوز بتاعه فيه مشاكل في الاوتر دايمتر وميجر دايمتر، هتعرف على طول ان التركيبة بتاعتك دي هتبقى ضعيفة. طيب قال لك كمان الافكتيف دايمتر لما بيحصل فيه ايرور ده بيؤدي للويكنينج اوف اسمبلي، طبعا هيحصل فيه ضعف في التجميع بتاعتك برضو الصامولة مع المسمار، عشان برضو بيحصل برضو انترفيرنس ما بين الفلانكس. يبقى كده الميجر دايمتر والماينر دايمتر والافكتيف دايمتر بصفه عامه بيعملوا لي انترفيرنس، والانترفيرنس ده بصفه عامه بيضعف لمين من التركيبه بتاعتي. طب البيتش والانجل ايرور برضو بيسببوا لك بعض الحاجات الغير مرغوبه فيها. بيقول لك ان هو بيخلي لما تيجي تربط في عندك بروجريسيف تايدنج، يعني الربط بيبقى شديد شويه فانت بتبذل قوه اكبر، طبعا بيحصل انترفيرنس في الاسمبلي. تمام. طيب تعال نشوف الانواع الايرورز الموجوده في الثريد. الثريد فيه مجموعتين كبار من الايرورز، حاجه اسمها درانكن ايرورز هنشوفها دلوقتي، حاجه اسمها بيتش ايرور. ولو جينا للبيتش ايرور فيها برضو ثلاث مجموعات، بروجريسيف بيتش ايرور والبريودك والريجولار. طيب تحت الريجولار ممكن اقول برضو ان في عندي اراتيك بيتش وعندي بروجريسيف ايرور وعندي بريودك ايرور. تعال نشوف الدرانكن ايرور. الدرانكن ايرور ده بيقول لك ان هو عنده اراتيك بيتش، يعني عنده خطا في البيتش. طيب ليه خطا في البيتش؟ قال لك ان الادفانس بتاع الهيليكس بتاع، طبعا احنا الالغوز بيبقى شايفين الهيليكس بتاعنا، الادفانس بتاعه يعني كل الهيليكس كل ما بيتقدم بيبقى غير منتظم، غير منتظم في اللفه الكامله، وده بيعمل لي حاجه اسمها درانكن درانكنس او درانكن ايرور. ده بيبقى نوع من البريودك بيتش ايرور، يعني احنا عندنا نشوف البريودك ايتش اللي هي بتكرر نفسها، وده الدرانكنز ممكن اعتبره ان هو نوع من البريودك بيتش ايرور. طيب في كمان حاجه بيقول لك في الثريد دي البيتش طبعا انت بتقيسها موازيه للثريد اكسس، دي بيقول لك انها بتبقى مظبوطه. طب ايه المشكله؟ مشكله الهيليكس نفسه، يعني البيتش قيمتها مظبوطه اللي انت بتقيسها موازيه لمحور الثريد دي مظبوطه، بس المشكله ان الهيليكس في اللفه في الوان ريفوليوشن ده مش سليم، يعني بقى انكوركت. طيب عندك الايرور بتاع البينج ذات ذا ثريد از نوت كات تو اترو هيليكس، ده طبعا ده علشان انت الايرور ده نتيجه انك انت ما عملتش هيليكس مظبوط. طيب في معظم الاحيان صعب جدا انك انت تحدد الايرور ده. طيب وبرده ملهوش جريت افكت على الشغل بتاعنا لما تيجي تربط مسمار مع صاموله، بس قال لك خلي بالك منه لان هو لو الثريد بتاعك حجمه كبير هيأثر معاك. تمام يا شباب.
طب البيتش ايرون، البيتش ايرون عندك دي نوعين، احنا خدنا النوع الاولاني اللي هو درانكن، درانكن ايرور وبيتش ايرور. تعال نشوف بيتش ايرور، طبعا فيها منها ثلاث انواع، في منها بروجريسيف بيتش، وفي منها بيريودك بيتش، وفي منها ريجولر ايرور. طب دي بتحصل ليه؟ قال لك خلي بالك انك انت لما بتعمل الثريد، قال لك ان في ريشيو ما بين اللينير فيلوسيتي بتاع التول والانجولر فيلوسيتي بتاع الورك، دي المفروض انها تبقى ثابته وكوركت، ثابته وكوركت الاثنين مع بعض. لما بيحصل فيهم مشكله، لما بيحصل فيهم مشكله هيعملوا لك حاجات في البيتش، اخطاء في البيتش. حالا هنشوف بتعمل ايه. يعني لما نيجي هنا، نيجي هنا قال لك ان تول ورك فيلوسيتي ريشيو از انكوركت. يعني احنا قلنا التول ورك، يعني احنا قلنا عندي ريشيو ما بين مين يا شباب؟ ما بين اللينير فيلوسيتي بتاع التول والانجلر فيلوسيتي اوف ذا ورك، دول قال لك انكوركت. انكوركت زو ات مي بي كونستانت، يعني هي غير صحيحه وممكن تبقى ثابته. ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي بروجريسيف بيتش. البروجريسيف بيتش دي بيبقى عندك فيه خطا في البيتش بيكبر مع الزمن، تمام، وبيكبر مع ادي البيتش عندك فيها خطا، والخطا ده بيأثر على اللينس بتاع السيد. لو البيتش دي كبيره هتكبر، ولو البيتش دي اصغر هتصغر اللينس، وبالتالي بتعمل لك ايه؟ لما تيجي تجمع جزئين مع بعض، لما تيجي تجمع جزئين مع بعض ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الجزء اللي فيه خطا اللي هو البروجريسيف بيتش هيبقى اطول او اقل من الجزء اللي انت مخطط ان هو يتجمع معاه، تمام يا شباب؟ تعالى بقى للنوع الثاني، البيريودك بيتش. البيريودك بيتش ده بيعيد نفسه على فترات معلومه وفترات محدده. طيب ده بيجي للتايب اوف ايرور اوكيورز ليه؟ وين ذا تول ورك فيلوسيتي ريشيو از نوت كونستانت، از نوت كونستانت. هناك كان الريشيو انكوركت بس ممكن تبقى كونستانت. هنا بقى قال لك ان التول ورك فيلوسيتي ريشيو مش ثابته، مش ثابته بس ممكن تبقى كوركت. ده بيخليه عندك ان البيتش بتزيد وبتقل، بتقل في الفتره دي وبتكرر نفس اللي كرر في الفتره اللي بعدها، تمام يا شباب؟ وده بنسميه البريودك بيتش. تعال نشوف الريجولر ايرور. الريجولر ايرورز ده ناتج من عندك السيت اب بتاع الماشين في ديستربنس، يعني السيت اب بتاع الماشين بتاعك مش مظبوط. طبعا في عندك فاريشن ان كاتنج بروبرتيز اوف ماتيريال، والماتيريال اللي انت بتقطع بيها دي فيها فاريشن في البروبرتيز بتاعها. طيب قال لك ان الريجولر ايرور ده ممكن الخصه في ثلاث حاجات، ايريتك بيتش وبروجريسيف ايرور وبيريودك. طب احنا خدنا البروجريسيف ان هو بيزيد وبيؤدي ان اللينس، بيؤدي ان اللينس بتاع الثريد بيطول او بيقل حسب البيتش بتزيد او بتقل، وبيريودك انها متكرره. طب ايه هو الريجولر او الايريتك بيتش؟ قال لك ان هو الريجولر ايرور ان بيتش فيرز الريجولر ان ماجنتيود، يعني انت مش عارف تحددها هي بتزيد وبتقل، مره ممكن تزيد مره تقل على طول الثريد، يعني انت مش عارف تحدد لها هل هي بتزيد على طول زي البروجريسيف ايرور ولا بتتكرر، لا هي عشوائيه، تمام يا شباب؟ تعال نشوف بيقول لك الايفكت اوف بيتش ايرور، ايه هو تاثير الخطا في البيتش؟ طبعا احنا قلنا البيتش المسافه من منتصف السنه لمنتصف السنه الثانيه، لو في خطا في البيتش عندي فطبعا المسافه ما بين هترحل بالمنظر ده، هيبقى عندي هنا الدلتا بيتش دي الخطا في مين؟ في البيتش. طيب تحسبه ازاي؟ قال لك لو انت عندك الخطا في البيتش ده ممكن يأثر لك على الإفكتيف دايمتر، وبالتالي الإفكتيف دايمتر لو عندك في عندك هنا ايرور في البيتش هيبقى 1.921 في مين؟ في البيتش. وعندك كمان إفكتيف فلانك، الفلانك كمان دلتا إفكتيف فلانك أنجل دلتا اي دي، دي برضو خلاص هتعمل لك انها قيمة 0.0105 في البيتش. طيب تعال نشوف كده في الرسمة دي، قال لك انا عاوز احدد الخطأ الانكريز ان الافكتيف دايمتر بدلالة مين؟ بدلالة سيتا. قال لك احنا هنعتبر ان سيتا دي هي النص الانجل بتاع مين؟ بتاع السرد، تمام. طيب عندي هنا لو قلنا تان سيتا دي هيبقى اي سي على بي سي، طبعا مقلوب التان الكوتان، فالكوتان البي سي على الاي سي. طب البي سي، البي سي دي قال لك ان هي الافكتيف دايمتر على 2، تمام، الافكتيف دايمتر على 2. طيب
والمسافه دي قال لك انها كمان البيتش على 2، دي التغير في الافكتيف دايمتر على 2 ودي التغير في البيتش على 2. وبالتالي الانكريز في الافكتيف دايمتر دلتا اي دي هيساوي دلتا تغير في البيتش في كوتان سيتا، ودي العلاقه المفروض حضراتكم تعرفوها. الانجل والدايمترك دايمترك ايرورز، طبعا انجل ايرورز على الثريد ممكن تبقى ايرورز على تو فلانكس او الوان فلانك. طيب الايرور في الانجل، الايرور في الانجل بيؤدي برضو الانترفيرنس. فاكتر حاجه زي احنا شايفينها ان اي ايرور في اي عنصر من الاليمنت الخمسه بيعمل لي انترفيرنس مباشر. تمام يا شباب، الانترفيرنس ده بيعمل لي صعوبه، بيعمل لي ممكن يبقى على الفلانك وممكن يعمل لي صعوبه في عمليه الربط. طيب قال لك طب حل الموضوع ده ازاي؟ قال لك ممكن تزيد الافكتيف دايمتر اوف ذا نوت او ديكريزنج ذا افكتيف دايمتر اوف ذا بول. طب الايرور بتاع الميجر والماينر والبيتش دايمتر جيف رايز انترفيرنس طبعا والسترين في الجوينت، مور فورس از ريكوايرد فور فيتنج. تمام يا شباب، انا كده خلصت المحاضره ومنتظره منكم شرح اكتر وافي من على النت باذن الله. وبالتوفيق يا شباب.